فتره ما قلنا كواليس، خلينا نتعجب اشياء ضحك، يعني مضحكه مبكيه. في شغله، في فنانه عراقيه متواجده هذه الايام في الكويت. طبعا لا احد يقول لي فلانه وعلانه، ترى في وايد فنانات عراقيات موجودين في الكويت، يمكن سته سبعه، في منهم ساكنين وفي منهم يوم كرت زياره ولا فيزا عمل. هذه ممثله عراقيه تم عرض عليها ان تشارك في مسرحيه لعيد الفطر القادم في الكويت، طبعا في مسرحيه كويتيه، فهي طلبت الاجر، طلبت 600 دينار في العرض. قالت لهم يابا تعطوني 600 دينار كويتي كي دي في الحلقه، في العرض عفوا. فالصراحه استغلوا، قالت والله انا ما اقدر اخذ اقل من 600 في العرض. حبيبتي هم قالوا يبون اجرك، ما قالوا بيقصون مهرج. شنو 600 بالعرض؟ يعني شنو 600 بالعرض؟ انا اعرف يعني، يعني لا اسم، لا خبر، لا حامض حلو، لا شربت، يعني شنو هذا؟ يعني مالك ذيك المكانه في المسرح عشان انت تجين تطلبين والله ابي 600؟ على قولتهم العراق يقولون 600، ما يقولون 600، احنا نقول 600، هم 600. يلا يلا خلينا نشوف لما تروحين العراق يعطونك بالكويتي ولا بالدينار العراقي ولا بالتومان ولا يعطونك باليورو. خلينا نشوف هذا لو لقيتي حتى بالعراق يعطونك مسرحيه. يلا باجل شوي كواليس. في صوره طلعت ذاك اليوم